قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم اعتبار جلستي مجلس النواب يومي 14 و26 من نيسان الماضي غير دستورية ولا يمكن الاعتداد بهما. المحكمة عزت الأسباب إلى مخالفة الجلستين للمادتين 14 و38 من الدستور العراقي، حيث منع من حضورها أعضاء مجلس النواب وتم غلق الأبواب في وجوههم. كما قررت المحكمة إلغاء مقررات كلتا الجلستين.